هيلدا ريميديوس هي من أبرز زوجات المسؤولين السابقين المتهمات بالفساد. حولت رئيس الفلبين إلى ديكتاتور شفار، كانت سبب في اندلاع ثورة شعبية أنهت حكم الزوج ديالها اللي دامت 20 سنة من نهب أموال الشعب. إيميلدا تولدت سنة 1929، تربات وكبرات وسط عائلة غنية. باها كان محامي شاطر مع راسو، علمها كيفاش تكون قافزة في الحياة. قرات وتخرجت من الجامعة، ولخبرتها في السياسة قدرت تدير بلاصتها بسرعة، ولات دبلوماسية ورائدة أعمال ونجمة اجتماعية. وفي واحد الاجتماع تلاقات بماركوس اللي كان عضو في مجلس الشيوخ عام 1953، تصاحبت معاه وتطورت العلاقة ديالهم، تزوجوا من بعد داكشي. هي كانت عندها أطمع كبيرة على أنها توصل إلى الرئاسة، ومنين فشلات في هادشي شجعت الرجل ديالها باش يتقدم للانتخابات. ونهار التصويت قامت بتزويرها، جلس رجلها على كرسي رئاسة الفلبين. كانت هي اللي كتسير شؤون الدولة، كانت عينيها خارجين على فلوس الدولة. حولت رجلها من شخص عصامي إلى ديكتاتور، وغرقت البلاد في مشاكل اقتصادية وتراكم في الديون كبير وكبير بزاف. وفي الوقت اللي كان الشعب ما كيلقاش الطرف ديال الخبز باش يعيش، كانت إيميلدا كتعيش الرفاهية وتدور في العالم كامل من فلوس الشعب، كما كانت كتشري الديور والفيلات والمجوهرات وأغلى الأحذية في العالم. اكتسبت هي وعائلتها سمعة سيئة لعيشهم أسلوب حياة الغنى الفاحش، مع العلم أن البلاد كتعيش أزمة اقتصادية واضطرابات اجتماعية. أمضت الكثير من الوقت ديالها في الخارج في زيارات رسمية وحفلات باهظة ونشاط وتسوق، ونفقت الكثير من أموال الدولة على أعمالها الفنية الشخصية ومجوهرات ومجموعات الأحذية. سرقت هي ورجلها 176 مليار من أموال الشعب الفلبيني، كانت طاغية بمعنى الكلمة. ما كانتش عارفة راسها غادي تسقط من بعد ثورة سلطة الشعب في فبراير 1986.